بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. حلقه بقى ايه؟ اقتصاديه بقى. ظريفه كده. عايزين نعمل غدا ما يكلفناش كتير وفي نفس الوقت يبقى سهل ولذيذ وبرده ما نقفش كتير في المطبخ يعني من كله. فالحلقه النهارده ان شاء الله هنعمل اول وصفه فيها كمونيه الكبد، كبد الفراخ. جميله جميله ومكوناتها سهله جدا وبسيطه قوي وطعمها حلو وهتتغدى وهتبقى زي الفل. وهنعمل كمان جلاش بالكاستر برده تكلفته بسيطه جدا وطعمه حلو ولذيذ، كل واحد ياخد له كده حته خطيره. ان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم. فاصل بس بسرعه جدا ونرجع بعد الفاصل نخش على طول في كمونيه الكبد. خليكم انا جيت. هنعمل اول وصفه زي ما اتفقنا مع بعض قبل الفاصل كمونيه الكبد. وصفه حلوه جدا مكوناتها بسيطه قوي وهنعمل الغداء وطعمها حلو. بصوا خطيره. وكيلو الكبد احنا جايبينه ب 50 جنيه، يعني هتجيبي كيلو كبده هيقعد بقى طبعا عايزه تقطعيها براحتك، بس احنا هنعملها الفصوص بتاعت الكبده عادي زي ما هي بحجمها. وهنعمل احلى طاجن كمونيه كبد حلو جدا، هيحتاج بس شويه رز ابيض كده وحبه سلطه ويبقى الغدا خلص. ايه بقى المقادير؟ معايا كيلو من كبد الفراخ، طبعا عايزينها كده تبقى فريش فاتيها من الفرارجي كده يكون نظيف وكويس علشان يحط لك الكبد كلها ان شاء الله تكون حلوه. لو لقيتي الكبده كده لونها غامق قوي او فيها كده بقع او الكلام ده كله لا ما تعمليهاش. اوكي، ده كيلو الكبده اللي معانا. هنحتاج ايه كمان بقى؟ هنحتاج بصل متقطع شرايح او متقطع مكعبات، بصلايه حلوه كبيره كده، فصين من الثوم المفروم، طبعا معلقه صغيره من السمنه على معلقه صغيره من الزيت، معانا كمان ملح وفلفل اسود، وتقريبا كوبايه ونص من عصير الطماطم، طماطم مضروبه في الخلاط او معجون صلصه طماطم تحطيهم مع الكبد كده مع شويه ميه بس. هيطلع معاكي طاجن لذيذ لذاذه وسهل جدا زي ما قلت لكم. عايز شويه رز ابيض او رز بشعريه كده وتبقي خلصتي الغدا وتكلفته مش كبيره خالص ولا حاجه. خطير. انا معايا هنا الووك اللي هي الطاسه، هنحط فيها زيت وحته سمنه كده صغيره، السمنه يعني عشان تعمل كده طعم حلو. ممكن ناخد كده حته سمنه صغنونه تعمل لنا كده طعم حلو كده. ومعايا بقى الكبده الحلوه دي اهو عشان تغسلوا الكبده حلو. اول ما بتجيبيها من الفرارجي حطيها في طبق وحطي عليها كده معلقتين كبار من اللبن بس كده، وسيبيها 10 دقايق وصفيها واستخدميها على طول. دي احسن طريقه تنضفي بيها الكبد وتطمني منها. يعني هنحط على طول الكبد في السمنه مع الزيت كده. عايزينها كده تتشوح. هنحط لها ملح وفلفل، ملح فلفل. انا بحب الكبده قوي، انتوا مش فاهمين يا جماعه بحبها قد ايه. خطيره كده. عايزينها بس كده تاخد لون حلو. عايزين نحط بقى البصل، بصلايه كبيره حلوه كده متقطعه شرايح او متقطعه مكعبات. غدوة اقتصادية ومش مكلفة ولذيذة، يعني مش اي كلام برضو، لا لذيذة. البصل كده يدبل. نرش عليه رشة ملح كمان كده. ومعايا طبعا بقى التوم والطماطم، عصير الطماطم المضروبه في الخلاط، ومعانا معلقه كبيره من الكمون عشان هي كمونيه يعني فبنزود فيها الكمون شويه.
كده. اول بس ما احس كده ان البصل ايه ابتدى يدبل هنحط الثوم وريحة السمنة بقى ايه خطيرة. فصين من الثوم المفروض اهو برضو كده مقلب. عايزة ايه اشم ريحة الثوم. كده اول ما اشم ريحة الثوم على طول هنحط كمون كده معلقة كبيرة من الكمون ومعانا الطماطم بقى المضروبة في الخلاط او زي ما اتفقنا ممكن نحط ايه معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم ومثلا ربع كوباية مية وبس لو ايه مش عايزة تضربي طماطم في الخلاط يعني. كده البصل دبل وشمينا ريحة الثوم وريحة الكمون وكله تمام. نحط بقى الطماطم بس كده. يا سلام عليها وعلى حلاوتها بقى خطيرة بالشكل الحلو ده. ننقلها بقى في طاجن وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 200 بس. تاكلي طاجن بقى كبد يعني كمونية الكبد لذيذ لذيذ مش قادرة اقول لكم حلو قد ايه. عايزة اجيب كده الطاجن جنبي وسهل خالص يا جماعة صدقوني حلو. بصوا سهل جدا وزي ما قلت لكم احنا جايبين كيلو الكبد ب50 جنيه كده اهو. بس كده ايه نوضب اللحوسه اللي حصلت دي. عايزه يبقى ليه صوص كده شويه ممكن نزود شويه ميه سخنه مع الطاجن. ممكن نعمل كده دلوقتي نحط شويه ميه عشان يبقى ليه صوص كده برضو مع الرز. بس كده فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لمدة ربع ساعة بس. هيبقى معاكي بقى حتة طاجن لذيذ وكل واحد طبق الرز بتاعه معاه اتنين كبدة ولا تلاتة كده مع الصوص بقى لو تحبي تزودي الصوص كمان اكتر خطير. عايزة تحطي رشة شطة او قرن فلفل حامي برضو هتبقى تحفة جدا جدا ان شاء الله تجربوها تعجبكم خطيرة. فاصل بقى بسرعة. طبعا احنا عاملين واحدة هجيبها لكم حالا استاذنا المخرج فورا دلوقتي خطيره تحفه. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم. وهنطلع فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل حاجه حلوه لذيذه. هنعمل صينيه جلاش بالكاستر سهله وبرده مش مكلفه ابدا ننبسط كده وناكل كلنا منها وخطيره. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي برضو وصفة ظريفة جدا واقتصادية ولذيذة. هنعمل صينية جلاش بالكاستر حلوة جدا جدا تحفة. ايه بقى الموضوع؟ بصوا معايا لفة جلاش عادية خالص. انواع الجلاش كتير موجودة حلوة. الجلاش لو عندك نوع جلاش مش قد كده مفيش مشكلة هنخبيه وهيستخبى. واهتمي بس باخر ورقة يعني حاولي تطلعي منه ورقة واحدة بس حلوة كده جميلة عشان نحطها على وش الصينية. بقية الرقات بقى نلزق هنا على هنا مفيش مشكلة خالص. فحتى لو انت محتاجة يعني تجيبي نوع رديء شوية نظرا ان هيبقى سعره اقل ممكن تعملي كده بس تهتمي بورقة واحدة اللي هي هنحطها ايه على الوش. فانا معايا لفة جلاش معايا كمان سمنة خليط بقى سمنة على زيت مثلا هنقول 4 معالق كبار من الزيت عليهم معلقتين من السمنة ونعمل الخليط ده علشان ندهن طبقات الجلاش وندهن الصينية فتبقى مورقة كده ومستوية وحلوة. بالنسبة للكاستر بقى ده بودرة. بودرة الكاستر دي بتتباع عند العطار وفي السوبر ماركت مش غالية أبدا. بتجيبي العلبة هناخد منها بس يدوب 3 معالق كبار او 4 معالق كبار عليهم 3 معالق سكر
وايه ومعاهم كمان تقريبا لبن، كميه اللبن في حدود مثلا يعني لو قلنا 4 معالق يعني كوبايتين من اللبن، تمام؟ كوبايتين من اللبن الحليب، لان كل كوبايه مثلا هتاخد لها معلقتين من الكاستر، تمام؟ فاربع معالق من الكاستر عليهم كوبايتين كبار من اللبن الحليب، 3 معالق كبار من السكر علشان نعمله ويبقى لطيف نحشي بيه الجلاش وبس خلاص. انا معايا هنا طبعا الحله دي انا حاسه انها سخنت، فاحنا ايه نخلينا في الامان عشان الكاستر ايه لازم ندوبه في اللبن. ناخد دي لبن فاتر خالص من التلاجة عادي او بدرجة حرارة الغرفة، كوبايتين من اللبن اهو، هنحط السكر ومعانا كمان ايه الكاستر زي ما اتفقنا 4 معالق كبار على ايه كوبايتين من اللبن الحليب كده. بنقلبهم على البارد الاول علشان نطمن ان الكاستر داب مع اللبن، وبعدين نحطه بقى في الكسرول على النار ونفضل نقلب فيه لغايه ما يتقل وياخد قوام تقيل كده زي المهلبيه، وتسيبيه يهدى ويبرد عقبال بقى ما تبتدي تحضري صينيه الجلاش، لان احنا عايزينه يكون بارد، ما ينفعش يبقى سخن على طول كده هيهري معاكي الجلاش ومش هتعرفي تتحكمي كده اهو. يا رب ما وقعش يا رب. هنحط كده اهو اهو بس انا ما بوقعش، بس يعني ايه يعني خطيره وما بحبش اتكلم، خطيره ما بحبش اتكلم. هنرفعه كده على النار ونفضل نقلب لغايه ما نلاقي الكاستر ايه تقل معانا زي ما اتفقنا، يبقى زي المهلبيه كده، ونسيبه يهدى ويبرد قبل ما نستخدمه بس كده. عايزه انضف اللحواسه اللي انا عملتها دي كده. احنا معانا بقى كاستر هنا اهو بارد وجاهز على طول علشان ايه نحشي بيه الجلاش اهو، هو ده زي المهلبية كده، بيبقى لطيف جدا جدا. لو ما عندكيش كاستر وعندك نشا اعملي على طول مهلبية عادي خالص، عايزة تستغني عن السكر مفيش مشكلة، لان احنا هنسقي الجلاش بالعسل او بالشربات فبرضه هيبقى ظريف جدا، كل ده ينفع. انا عايزة بقى اجيب الصينية اهي، هنديها كده دهنة زيت خفيفة، احنا قلنا دهنة زيت بسمنة، استنى معايا الفرشة اهي اهو، سمنة كده مع زيت، ندهن الصينية والحروف كويس قوي، وناخد الجلاش زي ما قلتلكم. عايزين بس اهم حاجة نهتم بورقة حتى على الاقل اللي هتتحط على الوش، تمام؟ هناخدها كده اهو ونتنيها على بعضها عادي خالص وتبقى مفعكشه كده حلو ومفيش مشكله، عشان تبقى عامله لنا كده فوليوم، عامله لنا ارتفاع كده من الجناب كده، وندهن كده اهو، واللي بعده واللي بعده هكذا هكذا كله، وندهن كويس، لان الدهن ده اللي احنا بندهنه في فرقات الجلاش بيخليه مستوي لما يدخل الفرن، ما يبقاش الجلاش لونها ابيض كده وما استويتش، فاهمين قصدي؟ فما تستهونوش ابدا بالايه بان انتوا تدهنوا حلو كده اهو. مش عايزين تستخدموا سمنه، عايزين تستخدموا زيت بس مفيش مشكله، هينفع برضو هيبقى حلو قوي كده اهو واهو واهو اهو. شوفوا بقى عايزين تعملوا كام طبقه براحتكم، مثلا ممكن نعمل لغاية 4-5 طبقات بتبقى ظريفة عشان ما تبقاش تخينة قوي، مثلا اهو الحروف، بهتم بالحروف اهم حاجة. ومعانا بقى ايه الكاستر الحلو ده اهو، هحط كده في النص ونفرد كده كده اهو، نرجع تاني نقفله برقات الجلاش ونقطعه وندخله الفرن
بس كده، ما تجيبوش بقى ايه الكاستر على الاطراف قوي علشان ما يخرجش بره وقت التسويه ويلزق في الصينيه ويتحرق. خلوا بالكوا برضو من الحكايه دي. كده، وزي ما اتفقنا نحط ممكن 4 رقات او 5 رقات من الجلاش، بعد كده الكاستر، وبعد كده 4 5 رقات تاني من الجلاش. وزي ما قلنا هنهتم باول ورقة خالص اللي هتبقى فوق علشان يبقى شكلها حلو، بنتنيها لجوه ما بنتنيهاش لبره زي ما بنعمل في دول. ولما بتبقى مفعكشة كده من الجناب بتعمل ارتفاع حلو قوي لصينية الجلاش. كده اهو، بتخليها كده بعد التسوية ايه تحسي انها منفوشة كده وشكلها حلو. بس كده احط اخر واحدة معاكم كده، وايه ممكن كده ونقطعها بسكينة او ندخلها لجوه احسن، وانا هدخلها كده لجوه كده اهو اهو، عشان يبقى شكل ايه الوش بتاع الصينية حلو وأمور. أيوة، عشان تبقى صينية جلاش أمورة. بس كده، وندهنها وبسكينة نقطعها. قطعيها بقى براحتك خالص زي ما انت عايزة، في طرق كتير قوي تقطع بيها ونشكل بيها ايه الجلاش براحتك خالص كده. معايا السكينة، تعالي يا سكينة يا حلو، تعالوا نقطعها كده. استنوا كده، مثلا كده كده كده. ممكن تقطعوها مربعات برضو، تقطعوها بقى زي ما انتوا عايزين. فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، هتاخد لها تقريبا 25 دقيقة. واول ما تطلع من الفرن نكون مجهزين الشربات، مش عايزين الشربات لا يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، لما بيبقى تقيل قوي بيخليها ناشفة او مقرمشة زيادة عن اللزوم، ولما بيبقى خفيف قوي بيخلي صينية الجلاش طرية برضو زيادة عن اللزوم. فشوفوا برضو تحبوها ايه، انا احبها وسط. يعني تقريبا هنعمل على النار كوباية سكر عليها كوباية ونص من المية، يغلوا كده لمدة 5 6 دقايق، عصرة ليمونة ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ويهدى ويبرد. أو حل تاني لطيف جدا، ممكن تخففي العسل الأبيض بشوية مية وتستخدميهم على طول. تقريبا مثلا هنقول 3 معالق كبار من العسل الأبيض، هنحط عليهم 1/4 كوباية من المية، مية تكون دافية كده شوية علشان تعرفي تدوبي العسل، ونسقي بيه صينية الجلاش اللي بالكاستر الحلوة دي. وأي مكسرات عندك عايزة تحطيها هتبقى حلوة، مش عايزة خالص على فكرة، أنا بحبها من غير مكسرات خالص على الوش، بتبقى خطيرة ملهاش حل. وانتوا ذوقكم بقى، احنا عاملين برضو واحدة هناك اهي حلوة جدا جدا، وشكلها خطير وطعمها خطير، جواها كاستر كده لذيذ. وبرضو يا جماعة قليلة التكلفة، مش غالية وتكفي الأسرة كلها، أو حتى لو عندك ضيوف جايين عليكي كده فجأة فتبقي محضرة لهم الحاجة الحلوة اللطيفة دي وبألف هنا وشفاء. بشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، ويا رب تكون الوصفات النهاردة كانت ظريفة كده وسهلة. ودايما ان شاء الله الفترة اللي جاية هنقعد نفكر ايه الحاجات اللي ممكن نعملها ما تبقاش يعني تكلفتها عالية قوي، ولا كمان بتاخد مجهود كبير في المطبخ، وتبقى سهلة كده ولذيذة ان شاء الله. بشكركم جدا، شوفوني كل يوم الساعة 1 على قناة النهار، ويوم السبت والحد والاثنين بنكون مع بعض على الهواء. باي باي.